الثمانيه هذول رفعناهم. احنا لما حكينا وتواصلنا مع الاستاذ جواد ابو حطب قال لي والله الموضوع هذا يا شباب ما لكم علاقه فيه مجلس محلي، انتوا بريت هاي اللعبه كلها، انتوا دوركم اديتوه خالص، هاي تجتمع الحكومه تنتقي السيفيات كلياتها تختار اللي بدها اياه حسب الكفاءه والعمل. نعم احنا وين احنا بنكون ابن صيدا ابن صيدا وسمعته كويسه وطيبه، احنا بدنا اياه احنا معه من دون معرفه. هذا بيمثلنا احنا، احنا انتوا خليكم شغله واحده، بجوز احنا في بيانات بعضنا هذا من جبه وهذا من صيدا وهذا هذا حكي مرفوض 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 رفض قاطع يا شباب. ابن صيدا ابن الجنيطره، ابن مخيم درعا اللي قاعد ابن الجنيطره. علي لما اخترت لما اخترت مرشح المجلس وعندك تقول 13 قريه، اخترت اصغر من قريه من القريه، يعني اصغر قريه يا رجل من الجمل واصغر قريه اعتراضيهم. ايه يعني ما في مجال اخي، كلياتنا احنا متعاونين بهذا الشيء. يعني يعني اللي بده يجي مجلس محافظه هو 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 عضو مكتب تنفيذي يا شباب، عضو مكتب تنفيذي محافظه القنيطره، يعني لكل الناس مو محسوم على ابن صيبع او ابن جبا او ابن مسحر، هو عضو مكتب تنفيذي للقنيطره. يا اخي احنا مو غشيين، مجلس المحافظه اللي عند النظام اللي عند اتفق هذا الحكي، هذا الحكي في يمين يعني واحد بعقران واحد كفاءه تاسع معه ما راح يمشي يا شباب، بس مش عم يخلونا ما راح يمشي يعني جامعه الرخص ما راح تشتغل؟ لا والله رجل لا لا والله ما احنا طلبنا بزياده فعلا طلبنا مشان نطالب احنا بالزياده، بس الحكومه ما وافقت على شيء، بدنا نلتزم بالتصميم، التصميم مثل مو جاي بكره استاذ طبعا هناك مش بيا العمر والشهادة لأنه بكرة أمام اللجنة يا شباب مشان ما نفوت بكرة بمشاكل قدام الناس قدام اللجنة وأنت مبلش طعم باللجنة عيب يعني اشتغل اللي بده يدارك حاله يدارك حاله واللي بده يجهز حاله يجهز حاله المرشح بده يستوفي الشروط والشهادة قبل الشروط الشهادة بكرة قدام الهيئة الناخبة المحلفين هذول ما راح يمشوا يا شباب فلذلك لا تحرم بلدك من العضوية إذا أنا غير نظامي قديش سعر الطون؟ مشان يكون معكم يكون مع واحد مع خبر ولا يجي يقول لك مراه حرامي أو بعلاء حرامي أوعكم يا زلمة ترجع خلص سجل والله هذا سؤال يا أخي يا سؤال يعني إذا جي أبو وليد معكم أبو وليد يعني راح يصير معاه اللجنة ويتصرف على كيف ويروح يبيع الطحين الأبصار يعني هذا يفهمنا المرة الثانية إذا بنحط شيء بظهرك صلي على النبي صلي على النبي لا انت انا اسمي حسين الزاع محمد رئيس المجلس الباطنه وما حولها. اليوم اجتمعنا مشان تحسين العمل الجماعي وافكار جديده بتدخل على المجالس ونكون متعاونين كلياتنا ايد واحده يعني رفع المعاناه عن اهلنا. وبعد الاجتماع مبثق عننا انه عملنا لجنه مشان تستجر الطحين من درعا بي حدا يلعب تمام الكلام رفعوا التفويض لي باسمي لا ما له علاقه لا من بعيد ولا من قريب ولا خلي له علاقه لا ولا غير التالي عمي يجينا الطحينات من هناك الطحينات مين عايخ وزبل يجي لفلان فلان 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 ينزل نمبر هذا الصح ومين عايخ وزبل عشر فلان 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 ينزل هذول بده ينتقوا منهم السلام شرف استاذ بده ينتقوا من 32 شخصين سلام ورحمة الله عارف شلون يا شباب؟ والله مو أهل أن تكون ممثل على القنيطرة يا شباب لا أخفيكم يعني وناس لا له علاقة لا بالقنيطرة ولا من أهل القنيطرة قعدنا واجتمعنا إحنا والله العظيم والله العظيم كانت المصلحة المصلحة لصالح القنيطرة أسعى يمكن أنه ابن قصيبة أنا ابن بلدي وبيمثلني إذا كان زلمة له سمعة نظيف انا برشحه وبحطه على راسي من فوق لانه هذا راح يمثلني وفي زلمه نظيف